اساتذه، فكره ان الكاتب يبقى ليه استاذ او منتور او مرشد او يبقى حد شارب الصنعه ويديله فيدباك ويديله جايدنس، دي مهمه جدا جدا. فهي الصبر، صبر ديسيبلين كونسيستنسي، علشان باذن الله توصل يور تون اوف فويس او يور اون فويس. هل كتبنا بيكون عليها سيرفيس ان هي تقدر تساعد الكاتب ان هو يعرف يعمل ايه، يمشي فين، تفاصيله طبعًا. ايه؟ طبعا احنا طول الوقت بندي وركشوبس عن الكتابة الابداعية، عن حتى فكرة التسويق للكتب، عن السكيلز المهمة عند الكاتب، ان هو عن حتى مثلا لو الكاتب عايز يتعلم التدقيق اللغوي، التحرير الادبي الى كل ده بنوفره. بخلاف طبعا طول الوقت عندنا محتوى على السوشيال ميديا وعلى الويب سايت، بنكلم الناس ازاي تكتب، ازاي تطور شغلها، ازاي تكتب قصة قصيرة، ازاي تكتب مقال، فطول الوقت مهتمين بده، حتى عشان الكاتب اللي لسه هيبقى مبتدئ، لسه ما عندوش عمل جاهز، يحط رجله على اول الطريق. استاذ محمد، حلمك الجاي ايه؟ حلمي الجاي ان كتبنا تبقى امازون الشرق الاوسط، تبقى امازون مصر والعالم العربي. ان شاء الله الحلم ده يتحقق قريب. انا بشكر حضرتك جدا. شكرا جدا. ميرسي.